معجزة منحت مها أبو عوف ابنها الشريف وأبكت طبيبها. شاهد جمال وفخامة منزل الفنانة الراحلة مها أبو عوف من الداخل والخارج وروعة التصميم. ساعات عصيبة مرت على الوسط الفني برحيل الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض لم يشعر به أحد سواها، إذ قررت أن تخفي آلامها عن الجميع، إلا أن العديد من محبيها استعادوا قصة مؤثرة عاشتها أبو عوف وحكت عنها مطولا في لقاءات تلفزيونية سابقة بعد أن ظلت ل 15 عاما تحاول الحمل والإنجاب دون نتيجة، إذ روت كيف سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وسويسرا من أجل الإنجاب، حيث التقت عددا كبيرا من الأطباء الذين أخبروها حينها بأن الأمر مستحيل وطالبوها بأن تنسى الموضوع. ولما كانت في زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية طلبها الأطباء بإزالة الرحم كي لا تتعرض لمرض الحمل الكاذب، وهو أمر بالغ الخطورة، لكنها رفضت وعادت إلى مصر. حينها راودتها فكرة التبني، وبالفعل كان هناك عدد من لاجئي البصرة والهرسك الذين جاءوا إلى مصر وقت الحرب، ففكرت أن تذهب إلى معسكرهم وتختار، إلا أنها في هذا التوقيت انفصلت عن زوجها وذهبت إلى إحدى الحفلات بصحبة شقيقها عزة أبو عوف، وهناك شعرت بألم شديد في بطنها، فاعتقدت أن آلام الأكياس على المبايض عادت إليها من جديد، خصوصا أنها أزالت 11 كيسا على مدى سنوات سابقة، فطلب منها شقيقها أن تتوجه لطبيبها في اليوم التالي، لكنها تجاهلت الأمر تماما حتى ازداد الألم أشبه بالمعجزة. لكنها لاحقا اصطحبت أبناء شقيقتها الكبرى منى إلى المستشفى وأجرت هناك الكشف بالسونار، لتجد الطبيب يقول إيه ده لا مش ممكن، وهرولة لينادي طبيب أمراض النساء الخاص بها، فاعتقدت حينها أن مرضا خطيرا أصابها، وانتظرت حتى أتى طبيبها الذي طلب منها إجراء فحوصات عدة، ومن هنا زف لها الخبر قائلا مبروك أنت حامل. وعبرت أبو عوف عن سعادتها العارمة في وقتها قائلة إنها لم تستوعب الأمر نهائيا وأصيبت بحالة انهيار، ما دفعها للذهاب مسرعة من المستشفى إلى منزل شقيقتها منى لتخبرها. وحينها استوعبت شقيقتها الأمر سألتها عن أبنائها الذين ذهبوا معها إلى المستشفى، لتفاجئ إنها تركت أبناء شقيقتها وحدهم هناك من هول المفاجأة. وبعدها اتصلت بشقيقها عزة الذي لم يستوعب الأمر وقام بتكذيبه، وطلب من طبيبها أن يأتي للمنزل، فحضر الطبيب وأخبرهم أن مها من الناحية الطبية من المستحيل أن تنجب، ولكن ما حدث علمه ألا يخبر امرأة بعد ذلك إنها لن تنجب، وبكى متأثرا بسبب هذه الواقعة. بدايتها إلى ذلك أشارت الممثلة الراحلة إلى أنها ظلت تشعر بالرعب على ابنها الوحيد، وكانت ترفض دوما طلباته بالخروج والسفر، حتى قدم إليها شقيقها عزة وأخبرها أن ما تقوم به أمر خاطئ وعليها أن تترك له الحرية. رغم ذلك كانت دائما تشعر بالقلق عليه، معتبرة أنه أتاها بمعجزة من السماء. يشار إلى أن مها أبو عوف بدأت مشوارها الفني من خلال فرقة الفور إم بصحبة شقيقها الراحل وشقيقاتها الثلاثة، واستمر عمل تلك الفرقة لمدة 12 عاما قبل أن تتحول إلى الوسط السينمائي وتشارك بالتمثيل وتقدم ما يزيد عن 120 عملا فنيا، كان آخرها مسلسل عرض في العام الماضي عام 2021. وكان الموت قد غيب الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما، وذلك في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث توفيت داخل إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض. الفنانة الراحلة مها أبو عوف رغم تقدمها في السن وإصابتها بمرض السرطان، إلا أنها تتعامل مع الحياة بإيجابية كبرى وتنشر الفرح حتى خلال وجودها في أي مكان تتواجد فيه، وهذه الروح التي تتمتع بها تنعكس على ديكور منزلها الذي سنأخذك اليوم بجولة فيه. تكلف ثمن منزل الفنانة مها أبو عوف 2,400,000 جنيه مصري. شاهد جمال وفخامة منزل الفنانة الراحلة مها أبو عوف من الداخل والخارج وروعة التصميم.